تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تنفيذ التكليفات الموكلة للوزراء في عدد من الملفات الاقتصادية، ذلك خلال ترأسه الاجتماع الثاني للجنة العليا للأداء الاقتصادي. وخلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحا أن تلك الخطوات تضمنت إصدار قرار خاص بتوفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وفي حالة البيع يتم التسعير بأسعار المرافق. كما أكد مدبولي أنه تم خلال الفترة الماضية عرض استراتيجية الملكية الفكرية على مجلس الوزراء، كما صدر قرار بشأن إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين، وتم حل عدد من هذه المشكلات بالفعل، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنظيم ورش العمل الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة. شهد وزير البترول طارق الملا ورئيس شركة شيفرون العالمية مايكل وورث التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر. ووفقا للاتفاق، ستقوم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز والشركة العالمية بتقييم الفرص المحتملة لنقل الغاز المتاح في شرق المتوسط لمصر لتعظيم قيمته عن طريق إسالته، ليتم إعادة تصديره وبيعه بحيث يكون ذا جدوى اقتصادية. من جانبه صرح رئيس الشركة بأن لديها خطط لحفر أول بئر استكشافي في منطقة امتيازها بالبحر المتوسط سبتمبر القادم، وأن نتائج الدراسات السيزمية جيدة. اتفقت مصر وقطر على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري لزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية خلال المرحلة المقبلة. وخلال لقاء وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مع نظيرها القطري محمد بن حمد بن قاسم الثاني، دعت الوزيرة الشركات القطرية لزيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الدعم السياسي غير المسبوق لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر لمستويات متميزة، مشددة على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الاستثمارية. جاء ذلك خلال ضمن لقاءات الوزيرة بالدوحة مع الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة القطرية، حيث عقدت لقاء موسعا مع وزير الدولة القطري للمناطق الحرة أحمد بن محمد السيد لاستعراض مقومات وإمكانات المناطق الحرة بالبلد والفرص الاستثمارية. من جانبه أكد وزير الدولة القطرية أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، كما عقدت وزيرة التجارة لقاء موسعا مع رئيس جهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم لاستعراض القطاعات والمشروعات والفرص الاستثمارية في مصر. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات التعاملات على تراجع جماعي للجلسة الثالثة على التوالي، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 646.774 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9728 نقطة وأغلق عند 9680 نقطة، منخفضا بنسبة 49%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1820 نقطة وأغلق عند 1805 نقاط، متراجع بنسبة 82%. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2693 نقطة ليغلق عند 2674 نقطة، منخفض بنسبة 74%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.71 للشراء و 18.78 للبيع. سجل اليورو 19.67 للشراء و 19.76 للبيع. وصل الجنيه الاسترليني 22.94 للشراء و 23.4 للبيع. بالنسبة للعملات العربية، سجل الدرهم الإماراتي 5.9 للشراء و 5.11 للبيع. الريال السعودي سجل 4.98 للشراء و 5 جنيهات للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب العالمي ليسجل 1838.36 للأوقية. أما على الصعيد المحلي، فسجل عيار 18.863 للجرام، والذهب عيار 21.006 جنيهات للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1149 جنيه. وصل سعر الجنيه الذهب اليومي إلى 8046 جنيها.
في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بعد عناء لتعويض خسائر الأسبوع الماضي، بينما تعمل السوق على تحقيق التوازن بين شح الإمدادات والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو بنسبة 3% ليصل إلى 1112.74 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 109.38 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 18 سنتا أو بنسبة 2%. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.1 لتصل إلى 7.26 للتر. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.20 لتسجل 6.72 لكل مليون وحدة حرارية. واصلت معظم بورصات الخليج الخسائر مع استمرار قلق المستثمرين من أن يؤدي تشديد السياسات النقدية إلى حالة ركود على مستوى العالم. ونزل المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.6% مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة. انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبو ظبي 1.1%، ونزل المؤشر القطري بنسبة 0.4%، في حين خالف المؤشر السعودي الاتجاه العام ليرتفع بنسبة 0.6% بعد يوم من تسجيل أكبر تراجع يومي في نحو 7 أشهر. في بورصة طوكيو أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى في أكثر من 5 أسابيع، إذ قادت أسهم قطاع الطاقة الخسائر. وانخفض المؤشر نيكاي بنسبة 74% مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 12 مايو، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 92%. تراجعت أسهم شركة التنقيب عن النفط بنسبة 9.13%، وقادت خسائر 33 مؤشر صناعي فرعيا في بورصة طوكيو بعد هبوط أسعار النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع. يواجه المسافرون جوا في الولايات المتحدة فوضى صيفية في المطارات بجميع أنحاء البلاد، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب نقص الموظفين وارتفاع أسعار التذاكر نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وتم إلغاء ما لا يقل عن 15,000 رحلة في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مع تزايد الطلب على السفر مع بدء موسم العطلة الصيفية في الولايات المتحدة. وتكافح شركات الطيران لاستبدال آلاف الموظفين الذين تم تسريحهم خلال جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين. انتهت الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة، وعودة مرة أخرى إلى نهى وفاطمة، إليكما. شكرا لحكمة عبد الحميد على هذه الوقفة الاقتصادية.